الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قولي لي بقى احساسك ايه بعد المغامره؟ احساسي استمتعت بيها جدا، بلدي جميله والحقيقه تجربه لطيفه. انا بالنسبه لي مجنونه وبحب الجيران ده. قبل ما نكمل كلامنا تيجي نسمع الفويس نوت اللي انت عملتيها؟ يا ترى قلت ايه قبل ما نوت؟ يلا بينا. يلا بينا. مبسوطه جدا، خايفه جدا، الجو هوا جدا جدا جدا، ربنا يستر وارجع لكم بالسلامه ان شاء الله. كان نفسي تبقوا معايا بناتي طبعا ياسمين ونانسي، خصوصا نانسي بتحب السكاي دايفنج. رابع مره بعملها بس حباها قوي. مبسوطه قوي ان انا هشوف مصر من فوق وهكتشف حاجات ما شفتهاش هنا قبل كده. ويا رب ارجع لكم بالسلامه ان شاء الله. رجعنا رجعنا الحمد لله. لو هتقضي شهر هنا هيكون معاكي كتاب واحد واكله واحده وشخص واحد، هيكونوا ايه؟ لا كتاب واحد ده هيخلص في ساعه مبدئيا، لان انا دوده قرايه. هاكل فول او كشري، بحب كشري جدا وبحب الفول جدا. وايه تاني؟ شخص واحد هيكون معاكي مين؟ لا ما ينفعش يبقوا شخص واحد، هما شخصين ياسمين ونادي، ما ينفعش يبقوا واحد. طيب رانيا كنا فرحانين جدا بوجودك معانا النهارده. اخر حاجه يلا بينا نتصور سيلفي في المكان الحلو ده. يلا نتصور سيلفي.